علينا كده؟ وليه بتكرهونا؟ ومن كل الله واللي، وكأن الأصل، الأصل إن إحنا نبعد عن ربنا، وكأن الأصل إن إحنا نبعد نفسي وحقي وحالي ومآلي وهكذا، كأن ده الأصل. وكأن ده اللي، ده اللي موجود. وإحنا بقى نقعد إيه؟ ندافع. وإحنا اللي نقعد ندافع عن إيه؟ ندافع عن عن الصح والحق. والله العظيم بنيجي نتكلم في عمل المرأة وان يا ستي ماشي، واحد اتكلم على الارمله ولا المطلقه دلوقتي، واحده وزوجها موجود وكافيها وقويها وهي راضيه بتربيه اولاد، تقول لك ما سيبهمش حتات حبايبي دول، لا 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 لا، اودي كل واحد مدرسه بيعرف يقرا ويكتب ويعرف يعني يعبر عن نفسه ويتعرض لاذى ايه ويقول ايه ويحفظ قران وعقيده وسيره واطمن عليه، وبعد كده الناس تدخل تقار. مش عايزه اقول لكم بقى، مش عايزه اقول لكم ايه اللي حصل لنا اصلا. وانت طلعتوا وسافرتوا وعملتوا كل يوم في حته الفلانيه ومش عارفه وبتلبسوا ايه بتاع، واحده بعتلي سكرينات من جروب، يعني عففت ان انا ارد عليه ومؤثر فيا جدا الموضوع ده بسبب ان الناس يا ست خليكي في حالك. ويوم لما تيجي تتكلمي خصصي عشان ما يبقاش كلامك كده ايه تقصد ايه بالكلام، خصصي نتكلم عن عمل المراه داخل البيت ولا الاولى داخل البيت لو كفاكي. طب ما بعيش راجل معاها، معاها خيال مآتة ولا زوج اتكالي ولا أرملة ولا مطلقة على راسنا، وتقعد تصرف عليها بس بما لا يتناقض مع مما استرعانا الله عز وجل، ولا ضيعه ولا ضيعه. واللي بياخد بالأسباب ربنا بيعين، واللي بيستعين بالله ربنا بيعين. أما تيجي أم تتعب قلبي، تتعب قلبي وتقول لي روح وزوج ومفيش واحنا في غربه واعمل ايه واضطريت ورحت وانا دوام في دوام كامل دوامين مع بعض وكذا، واولادي ابنها نسي اسمها، يا للكارثه. بتقول له انا اسمي مين؟ ابنها نسي اسمها. ممكن كوبايه ميه يا شباب، ممكن كوبايه ميه بس عندك في اللي بتاع، هاتي لي الكوبايه. وتبكي تقول لي نسى اسمي، قلت لها لا، قالت لو قعدت هنموت من الجوع. طب تمام، اعمل ايه؟ اوازن. اعمل ايه؟ خدي نص دوام، وبدل ما هاكل وجبتين او ثلاث هاكل وجبه ولا نص وجبه واقعد مع اولادي علمهم ربنا والدين وكذا. انا بتكلم ولاد الغرب اللي عايشين في اوروبا وامريكا، كل دول اللي عايشين في الغرب جيل تاني وجيل تالت بيسمع عن الاسلام بس كذا، ما عاشوش حياه المساجد، ما عاشوش الحياه الايمانيه، ما شافوش، فبيبقى الجهد مضاعف ويبقى الكارثه مضاعفه عليك. تروحي فين؟ اوازن. وشيلي شيلتك يا بنتي، ما تشيليش شيلة غيرك، هو يجيب، لكن طول ما انت حاميه وطول ما انت كذا وهو شايفك كده اهي، اه يلا اصرفي يلا اعملي وقاعد ما انت، ولا بيريتهم بيربوا، ده حاله خاصه. لكن الاصل في زوج وفي دخل وفي ناس بتصرف وبيصرف عليك وبيصرف على حالك، واروح احقق ذاتي، لا عيالي واحقق ذاتي، واللي يغرق في بانيو واللي يكب ميه في فيش الكهرباء، لا، نجمع ما بين الخيرين والتوازن مطلوب، بس اراعي بما استرعاني الله عز وجل عليه واخد بالاسباب. اقسم يمين بالله من اكتر من 25 او 24 سنه فاتوا كلمت استاذ دكتور في اصول دين احسبه من الصالحين ويتحرى الحلال، كلمت استاذ دكتور في اصول دين يا ربي يتم شفاه الان على خير ويديله الصحه والعافيه، قال لي تتوكل على رب الاسباب وتسال ربنا هيعينها. وتيجي الام اللي كانت بتبكي مفيش 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 عيش من اكتر من 24 سنه فاتت، والله سبحانه وتعالى، والله والله اكرمها واعطاها وبقت داخل المسجد، ويعني مش عايزه اقول تواصلت اكتر من كده، هي الان في داخل المسجد النبوي تعلم القران. شوف ربنا رزقها ايه، مكش لاقيه تطرح وتعمل، وعيالها في قاعدين واللي في الشارع واللي عامل واللي كذا واللي كذا، وحاله مش هنوصف اكتر من كده. الله سبحانه وتعالى من عليها في مسجد المدينة وتعلم في مسجد المدينة. قال ربك، ربك كريم. لكن يا اخوات نيجي ونعلي قيمة عن قيمة ونهدي، لا، ولازم تحقق ذاتها وفي زمن، طب بصي نفسك ما تشوفي انتي وما تشوفي يا اختي، خليكي في حالك، الله يصلح حالك، ما عادش عارف عادي.